في صباح ليلة رأس السنة المثلج، خبزت عمة البلدة القديمة كعك الزنجبيل اللذيذ. صنعت عينيه من الكرز وفمه من الكريمة. وعندما أدارت ظهرها لتغسل يديها، وقف رجل كعكة الزنجبيل وهرب من الصينية. ها؟ أين ذهبت كعكتي؟ صرخ رجل كعكة الزنجبيل: إنها تثلج، يبي! وخلال ركضه في البلدة ومع سماع صوته، إحدى رقاقات الثلج كانت جائعة جداً، لدرجة أنها لحقت برجل الكعكة. وهو، تعال إلى هنا، سآكلك. يوم هيا هيا اركضي يا رقاقة الثلج، فأنت لن تمسك بي لأنني رجل كعكة الزنجبيل. بالرغم من أنها طارت عالياً جداً، لم تستطع رقاقة الثلج أن تصل إليه. بعد وقت قصير، مر رجل كعكة الزنجبيل بجانب شجرة عيد ميلاد مزينة. لاحظت مصاصة ملونة وجود كعكة الزنجبيل. يام، تعال إلى هنا، سآكلك، صرخت له. فقفزت من الشجرة على الأرض وركضت بسرعة خلف الكعكة. هيا اركضي بأقصى سرعة يا مصاصة، فرقاقة الثلج أيضاً تلاحقني ولن تمسك بي لأنني رجل كعكة الزنجبيل. وبينما كان رجل الكعكة يركض مسرعاً، كان الجيتار في يد موسيقي في الشارع، فشم رائحته اللذيذة وقال: آه، لقد اهتزت أوتار قلبي، انظر الآن كيف سآكلك، وركض وراء كعكة الزنجبيل. اركض بأقصى سرعة يا جيتار، فرقاقة الثلج والمصاصة تلاحقاني ولن تمسك بي لأنني رجل كعكة الزنجبيل. عندها سمعت قبعة عيد الميلاد التي يرتديها بائع الكستناء صوت رجل كعكة الزنجبيل، فقفزت هي أيضا وبدأت الركض لتأكل كعكة الزنجبيل. اركضي بأقصى سرعة يا قبعة الأعياد، فرقاقة الثلج والمصاصة والجيتار يلاحقونني أيضاً ولن تمسك بي لأنني رجل كعكة الزنجبيل. وبعد الركض علقوا أخيراً في منتصف معركة لكرات الثلج. وبينما كان رجل كعكة الزنجبيل يركض ليتجنب أن يتعرض للكسر، لاحظ طفلاً رقاقة الثلج وضغطها لتتحول إلى كرة ثلج، ورأى الآخر المصاصة ووضعها في فمه، بينما أخذ آخر قبعة عيد الميلاد ووضعها على رأسه. أمسك طفل آخر الجيتار وبدأ بالعزف. ولاحظت فتاة صغيرة وجود رجل كعكة الزنجبيل وصرخت: يام، سآكلك، تعال إلى هنا. اركضي بأقصى سرعة يا فتاة، لن يمسكني أحد لأنني رجل كعكة الزنجبيل. لم تستطع الفتاة الصغيرة الإمساك به، لأن الفائز في هذا السباق لرأس السنة كان رجل كعكة الزنجبيل الأول والوحيد. ذات يوم كان يعيش رجل مسن مع زوجته المسنة في كوخ صغير قديم بجوار الغابة. كانا يعيشان حياة سعيدة وآمنة، ولم يكن يحزنهما سوى أنهما لن ينجبا طفلا لهما. في أحد الأيام، وبينما كانت الزوجة تصنع عجينة لكعكة بالمطبخ، دخل عليها زوجها: عزيزتي، ماذا تطبخين اليوم؟ عزيزي، سوف أخبز اليوم رجل كعكة الزنجبيل. فردت السيدة المسنة قطعة العجين وقطعتها على شكل رجل كعكة الزنجبيل، وبعد أن وضعتها في الفرن جلست تنتظر بينما يتم خبز رجل كعكة الزنجبيل. وعندما استطاعت أن تشم رائحة الكعكة اللذيذة في جميع أرجاء المطبخ، ارتدت قفازي الفرن خاصتها وأخرجت رجل كعكة الزنجبيل وقد حان وقت تزيينه. قامت بصنع عينيه باستخدام الزبيب وأنفه الرشيق باستخدام الحلوى، ثم استخدمت بعض الكريمة المخفوقة لصنع شعره وملابسه، ثم أخيراً استخدمت حبات الكرز لصنع بعض الأزرار له، ونظرت إلى تحفتها الفنية وقالت: رجل كعكة الزنجبيل خاصتي يبدو جميلاً، ولكني أشعر أن هناك شيئاً ما ناقصاً. نظرت له السيدة المسنة مجدداً و آه،
فمه، لقد نسيت أن أصنع فمه. قامت برسم الفم لرجل كعكة الزنجبيل بواسطة الكريمة المخفوقة. حسناً، أنت الآن اكتملت كرجل كعكة الزنجبيل خاصتي. في هذه اللحظة حدث شيئاً غير متوقع. أشكرك. ولكن كيف يمكن أن يحدث هذا؟ أنت تتكلم. فجأة قفز رجل كعكة الزنجبيل واقفاً وبدأ يركض. نعم، ويمكنني أن أركض أيضاً. قفز رجل كعكة الزنجبيل من فوق رف المطبخ إلى الكرسي ثم إلى الأرض وبدأ يركض مسرعاً نحو باب المطبخ في الحديقة. عد إلى هنا، عد إلى هنا. صاحت السيدة المسنة. بدأ رجل كعكة الزنجبيل يتكلم بينما كان يركض. نعم، فلتركضي بأسرع ما يمكنك، ولكن لا أحد يستطيع اللحاق بي لأني رجل كعكة الزنجبيل. خرجت السيدة المسنة إلى الحديقة وبدأت تركض خلف رجل كعكة الزنجبيل. ونظر الرجل المسن إلى خارج النافذة فرأى زوجته تركض وأخذ يصيح: إلى أين تركضين؟ أجابت السيدة المسنة زوجها بينما تواصل الركض: رجل كعكة الزنجبيل الخاص بي هرب، أنا أحاول اللحاق به. كان الرجل المسن عاجزاً عن الكلام. كانت السيدة المسنة تركض، ولكن رجل كعكة الزنجبيل كان سريعاً للغاية بحيث يستحيل اللحاق به. بعد وهلة قصيرة وصل رجل كعكة الزنجبيل إلى مزرعة، وقد انتبهت له بقرة كانت ترعى هناك. يا لها من كعكة جيدة، يجب أن ألحق به وألتهم. وبدأت البقرة أيضاً بالركض خلف رجل كعكة الزنجبيل. انتظر، لا تركض، سوف ألتهمك. نعم، فلتركضي بأسرع ما يمكنك. هناك سيدة مسنة أيضاً تحاول اللحاق بي، ولكن لا أحد يستطيع لأني رجل كعكة الزنجبيل. كانت السيدة المسنة وكذلك البقرة يركضن خلف رجل كعكة الزنجبيل، وتلك المرة انتبه خنزير إلى رجل كعكة الزنجبيل. رجل كعكة الزنجبيل، إنه قريب إلى ذوقي، انتظر وسوف أمسك بك. رد رجل كعكة الزنجبيل على الخنزير بينما لم يزل يركض. نعم، فلتركض بأسرع ما يمكنك. هناك سيدة مسنة وبقرة أيضا يحاولن اللحاق بي، ولكن لا أحد يستطيع لأني رجل كعكة الزنجبيل. في حين كان يركض رجل كعكة الزنجبيل تليه السيدة المسنة، فالبقرة ثم الخنزير لاحظته دجاجة تبحث عن بعض الطعام. باك 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 باك. هكذا يجب أن يكون غذائي. وكذلك صارت الدجاجة على نفس الخطى. اركض كما تشاء يا رجل كعكة الزنجبيل، سوف ألحق بك. نعم، فلتركضي بأسرع ما يمكنك. هناك سيدة مسنة، بقرة وخنزير أيضا لم يستطيع اللحاق بي، ولن تفعلي أنت أيضا، لا أحد يستطيع لأني رجل كعكة الزنجبيل. كان رجل كعكة الزنجبيل في المقدمة، السيدة المسنة، البقرة، الخنزير، ثم الدجاجة. كان الجميع يواصل الركض، ولكن رجل كعكة الزنجبيل كان يبتعد أكثر وأكثر عنهم جميعاً. كان رجل كعكة الزنجبيل سعيداً للغاية وفخوراً بنفسه. أنا أذكى وأسرع رجل كعكة زنجبيل في العالم. نعم، هذا أنا، لا أحد يستطيع اللحاق بي لأني أنا رجل كعكة الزنجبيل. عندما نظر إلى الأمام سرعان ما وجد رجل كعكة الزنجبيل نفسه يتجه نحو نهر في طريقه، لذا فقد توقف لأنه كان يعرف أن الماء يمكن أن يتسبب في ذوبانه. ماذا الآن؟ أما السيدة المسنة، البقرة، الخنزير والدجاجة كانوا قريبين الآن. في تلك اللحظة ظهر الثعلب المكار من وراء إحدى الأشجار. أنا أجيد السباحة، يمكنني مساعدتك إذا أردت. أخذ رجل كعكة الزنجبيل يفكر في ذلك العرض. ماذا لو قمت بالتهامي؟ لا تقلق، أنا لا أريد التهامك، أنا فقط أريد مساعدتك في العبور. منح رجل كعكة الزنجبيل ثقته للثعلب المكار وقفز فوق ذيله متمسكا به بكل قوته، وقفز الثعلب في النهر وبدأ يسبح. أثناء ذلك كان كل من السيدة المسنة، البقرة، الخنزير والدجاجة قد وصلوا إلى حافة النهر، ورأوا رجل كعكة الزنجبيل يعبر النهر فوق ظهر الثعلب. كانوا يشاهدهما بيأس وهما يرحلان، وهم يعلموا أنهم لن يستطيعوا اللحاق به. وأصبح النهر أعمق وبدأت المياه ترتفع. أيها الثعلب، فلتبق ذلك مرتفعا، أنا أكاد أبتل. اقفز فوق ظهري، هذا أكثر أمانا. قفز رجل كعكة الزنجبيل فوق ظهر الثعلب وأخذ يسبح لبعض الوقت.
ولكن بينما كان عمق المياه يزيد، بدأ ظهر الثعلب يغرق في المياه. أعتقد أنك بهذا الوضع ستبتل بالمياه، لماذا لا تقفز فوق رأسي حيث تكون أكثر ارتفاعاً؟ قفز رجل كعكة الزنجبيل فوق رأسه، واستمر الثعلب في تنفيذ خطته، وأنزل رأسه في الماء. لقد ارتفعت المياه كثيراً، لماذا لا تصعد فوق أنفي؟ إنها أكثر ارتفاعاً. صعد رجل كعكة الزنجبيل فوق أنفه، وبينما كان على وشك الوصول إلى الشاطئ، غمز الثعلب بأنفه قاذفاً برجل كعكة الزنجبيل في الهواء، ثم فتح فمه، فكاد رجل كعكة الزنجبيل أن يسقط في فمه، وكاد الثعلب أن يلتهمه، ولكن هذا لم يحدث. فبينما كان رجل كعكة الزنجبيل في الهواء، التقطه أحد الغربان التي كانت تطير فوقهما بالضبط بمنقاره، وتجمد الثعلب هناك فاتحاً فمه وهو ينظر، وانتظر رجل كعكة الزنجبيل حتى طار الغراب بعيداً بعض الشيء، ثم سأله: هل تأكل الغربان الكعك؟ نعم. وما إن فتح الغراب فمه كي يتحدث، حتى سقط رجل كعكة الزنجبيل أرضاً وبدأ يركض بأقصى سرعته. نعم، فلتركض، فلتركض بأسرع ما يمكنك، فهناك سيدة مسنة، بقرة، خنزير، دجاجة، ثعلب، وأيضاً غراب حاولوا اللحاق بي، لكن لا أحد يستطيع، لأني رجل كعكة الزنجبيل. وهكذا وصل رجل كعكة الزنجبيل الركض ولم يتوقف. إذا رأيت رجل كعكة الزنجبيل يمر أمامك راكضاً، فلا تحاول اللحاق به، لأنه رجل كعكة الزنجبيل، ولا أحد يجرؤ على الإمساك به. رجل كعكة الزنجبيل بالمدينة. كان هناك رجل كعكة زنجبيل يحاول الهروب من القرية. أركض أركض بأقصى ما تستطيع، لا أحد يمكنه اللحاق بي، فأنا رجل كعكة الزنجبيل. ركض بأقصى سرعة لدرجة أن السيد العجوز والبقرة والخنزير والدجاجة والثعلب والغراب لم يتمكنوا من اللحاق به. لقد تعبت، لن نستطيع الإمساك به. لنعد للمزرعة. لقد أخبرتكم، لن يتمكن أحد من اللحاق بي. ركض رجل كعكة الزنجبيل كثيراً حتى وصل أخيراً للمدينة. كانت المدينة مزدحمة جداً. الركض في المدينة أصعب بكثير، بكثير من القرية. ركض بسوق المدينة، وعندما وصل لمتجر الأسماك، أوقع الأسماك عن طريق الخطأ. أركض أركض أركض. ركض الصياد خلف رجل كعكة الزنجبيل محاولاً الإمساك به. سأمسك بك يا كعكة الزنجبيل. أركض بأقصى ما تستطيع يا صياد، لن تستطيع اللحاق بي، فأنا رجل كعكة الزنجبيل. تعال وامسك بي. وبينما يركض الصياد خلفه، قفز بجوار قطة التي استنشقت رائحة رجل كعكة الزنجبيل الطازج، فبدأت هي أيضاً بملاحقته بحماس. سأمسك بك. مياو. أركضي بأقصى ما تستطيعين أيتها القطة، فالصياد لم يتمكن من اللحاق بي، وأنت أيضاً لن تستطيعي، لأني أنا رجل كعكة الزنجبيل. بينما كان الصياد والقطة يطاردان رجل كعكة الزنجبيل، شاهدهم الكلب. رجل كعكة الزنجبيل اللذيذ جدا. لا تبتعد، ستكون لي. وعلى الفور لاحظه رجل كعكة الزنجبيل. أركض أركض بأقصى ما تستطيع أيها الكلب، فالصياد والقطة لم يتمكنا من إمساكي، لأن لا أحد يستطيع ذلك. فأنا رجل كعكة الزنجبيل.
وبينما يركض رجل كعكة الزنجبيل وخلفه الصياد والقطة الغاضبة والكلب الضخم، إذ شاهدهم فأر كان يأكل الجبن في الزقاق. أشمُ رائحة الزنجبيل اللذيذة. لا أريد هذا الجبن. وانضم الفأر إلى المطاردة. أركض كما تشاء يا رجل كعكة الزنجبيل، فلن تفلت مني. أركض بأقصى سرعتك أيها الفأر. فالصياد والقطة والكلب لم يتمكنوا من إمساكي، وأنت أيضاً، فأنا رجل كعكة الزنجبيل. هوهوها. كان رجل كعكة الزنجبيل يركض بسرعة لدرجة أنه ابتعد كثيراً عن الصياد والقطة والكلب والفأر. أنا أذكى وأسرع رجل حلوى في العالم، فليسمعني الجميع، لا أحد يمكنه إمساكي، فأنا رجل كعكة الزنجبيل. هوهوها. سقط رجل كعكة الزنجبيل في البلوعة، فهو لم يلاحظها بينما كان يجري. وبعدها تحول نظر الصياد والقطة والكلب الذين كانوا يلاحقوا رجل كعكة الزنجبيل إلى فأر المدينة. لا تنظروا إلي، لن أذهب وراءه، فأنا فأر مدينة. وعندما أدركوا أنه لا يمكنهم الذهاب خلفه، قرروا الرحيل. ولكن هذه الحفرة لم توقف رجل كعكة الزنجبيل، فقد تمكن من التسلق وإنقاذ نفسه بفضل مهاراته. رأى الصياد والقطة والكلب والفأر أنه تمكن من النجاة، وذهبوا خلفه مجدداً. لن توقفني البلوعات مجدداً، فأنا رجل كعكة الزنجبيل. وفجأة علق رجل كعكة الزنجبيل بزحمة مرور المدينة، وكان الصياد والقطة والكلب والفأر يقتربوا منه بسرعة. السيارات والدراجات كانت تمر من يمينه ويساره وأمامه وخلفه ومن كل مكان. كان على وشك أن تدهسه سيارة، لقد كان خائفا جدا. ماذا سأفعل الآن؟ إذا دهستني سيارة فسأختفي. رآه النورس الماكر الذي كان واقفا على إشارة المرور. رجل كعكة الزنجبيل وبمنتصف الطريق، انتظرني يا رجل الحلوى. وطار النورس نحوه. أعتقد أنك تحتاج مساعدتي، إذا أردت ذلك يمكنني الطيران بك من هنا. لكن ألن تأكلني؟ لا تقلق، لست جائعا ولن آكلك. وثق به رجل كعكة الزنجبيل وقفز فوقه. الصياد والقطة والكلب والفأر رأوا رجل كعكة الزنجبيل طائرا على جناح النورس ويستحيل اللحاق به الآن. حدقوا به بحسرة. حلق به النورس عاليا بعيدا عن الطامعين في الحصول عليه، لكنه أوشك على السقوط بسبب الرياح. حلق ببطء قليلا، أكاد أسقط من شدة الريح. لا بأس بذلك. فإذا سقطت سأمسكك بمنقاري وأضعك في معدتي. في هذه الأثناء لم يحتمل رجل الحلوى الرياح الشديدة وسقط. وبينما كان النورس على وشك إمساكه، ظهرت أمامه سحابة ضخمة. أين ذهبت يا رجل الحلوى؟ ابتعدي أيتها السحابة، ابتعدي. لقد كان محظوظا جدا بسقوطه على سحابة طرية،
وبعدها قفز من سحابة لأخرى كالسلام، ولم يتوقف لحظة لينظر فوقه، وبمجرد نزوله بدأ بالركض مجدداً. أركض أركض بأقصى ما تستطيع، فالصياد والقطة والكلب والفأر والنورس لم يتمكنوا من إمساكي، لا أحد يمكنه ذلك، فأنا رجل كعكة الزنجبيل. وواصل رجل كعكة الزنجبيل ركضه. إذا رأيته في يوم من الأيام يجري بين قدميك، لا تتعب نفسك بالركض خلفه، فلا أحد يمكنه اللحاق برجل كعكة الزنجبيل. رجل خبز الزنجبيل وشجرة الكريسماس. أركض أركض بأقصى سرعة، لا أحد يمكن أن يمسك بي، فأنا رجل خبز الزنجبيل. ركض رجل خبز الزنجبيل طويلا حتى جاء فصل الشتاء. إنه وقت الكريسماس، وفي منتصف المدينة كانت هناك شجرة كريسماس براقة وضخمة. إنه وقتي المفضل في العام، عيد الميلاد. وبينما يركض رجل خبز الزنجبيل بين الهدايا حول الشجرة، رأى مخبزاً صغيراً، وبينما يقترب صدم، فقد رأى من النافذة فتاة خبز زنجبيل طازجة. قرر رجل خبز الزنجبيل أن ينقذها. أوه، يا لها من فتاة خبز زنجبيل رائعة! أوه، تلك العينان! كان هناك صبياً أراد أن يشتري فتاة خبز الزنجبيل. لم يقف رجل خبز الزنجبيل مكتوف الأيدي، بل ركض لينقذها. كان الخباز على وشك وضعها في كيس ورقي، فأتى رجل خبز الزنجبيل وأمسك بمعول الخباز. ما الذي تفعله؟ دعني وشأني! وضرب به الإناء المملوء بالدقيق. أصبح وجه الخباز والطفل ملطخاً بالدقيق. عندها سقطت فتاة خبز الزنجبيل أمامهم. أراد الصبي أن يمسك بها، لكن رجل خبز الزنجبيل قفز عالياً فوق رأس الصبي وأمسكها ونزل على الأرض. انطلق رجل خبز الزنجبيل والفتاة معاً مسرعين. خبز الزنجبيل! خبز الزنجبيل قد هرب! لم ينتظر المعول وذهب خلفهما مباشرة. سأمسك بكما، تعاليا إلى هنا. أركض 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 بأقصى سرعة أيها المعول، لكن لن تمسكنا لأننا خبز الزنجبيل. في هذا الجو المثلج كان رجل خبز الزنجبيل والفتاة يركضون وخلفهم المعول. وفي هذه اللحظة رآهما دب كان بحضن طفل. رائحة خبز الزنجبيل اللذيذة، انتظري سأمسك بك. أركض أركض بأقصى سرعة أيها الدب، معول الخباز يحاول أيضا، وأنت أيضا سوف تفشل، لأننا خبز الزنجبيل. بينما كان المعول والدب يطاردان رجل خبز الزنجبيل والفتاة، اشتم رائحتهما رجل الثلج. خبزتا زنجبيل، لابد أنكما لذيذان، سأمسك بكما وآكلكما. أركض أركض بأقصى سرعة يا رجل الثلج، الدب ومعول الخباز يحاولان أيضا، وأنت أيضا سوف تفشل، لأننا خبز الزنجبيل. خبز الزنجبيل في المقدمة، معول الخباز والدب ورجل الثلج في الخلف. ركضوا باتجاه شجرة الكريسماس، وفي هذه اللحظة مروا أمام سيدة عجوز تبيع الحلوى. رأت واحدة من الحلوى خبز الزنجبيل فتبعتهم هي الأخرى على الفور. أفضل أكل فتاة خبز الزنجبيل، انتظريني أنا قادمة.
إذن أركضي أركضي بأقصى ما تستطيعين عصاة الحلوى، فالمعول والدب ورجل الثلج بالفعل يطاردون، لكنكم لن تستطيعوا اللحاق بنا لأننا خبز الزنجبيل. المعول والدب ورجل الثلج وعصاة الحلوى لا زالوا يطاردوهما. وفي هذه اللحظة كان هناك جرافة ثلج أمامهما مباشرة. أوه، جرافة ثلج، احذري فتاة خبز الزنجبيل. كشطت مغرفة الجرافة الثلج بقوة لدرجة أن رجل خبز الزنجبيل والفتاة كانوا بداخلها أيضا. المعول والدب ورجل الثلج وعصا الحلوى كانوا مندهشين لرؤيتهم يختفون فجأة. رأت النجمة البراقة أعلى شجرة الكريسماس رجل خبز الزنجبيل والفتاة يخرجون من تحت الثلج. هاي هاي خبز الزنجبيل، أعتقد أنكما بحاجة إلي. أنا أستطيع إنقاذكما إن أردتما. ولكن ماذا لو أكلتما؟ لا تقلقا، معدتي ممتلئة، لكن ربما أكلكما عندما أجوع. أحنت النجمة البراقة شجرة الكريسماس باتجاه مغرفة الجرافة. قفز رجل خبز الزنجبيل والفتاة وأمسك بأذرع النجمة. كم هو بارد وعال جدا هنا. عندما رأى المطاردين أنهما أعلى شجرة الكريسماس توقفوا عن مطاردتهما. لن نتمكن أبدا من الوصول لقمة الشجرة. كانت البرودة تشتد وتشتد، وكان رجل خبز الزنجبيل والفتاة يرتجفان. أنتما تشعران بالبرد الشديد، بإمكاني تدفئتكما. ولكن كيف؟ بداخل فمي دافئ جدا. ماذا؟ لا ستأكلنا. كانت النجمة البراقة على وشك أكل رجل خبز الزنجبيل والفتاة عندما ظهر سانتا والغزال في السماء. سانتا؟ سانتا! قفز رجل خبز الزنجبيل والفتاة على زلاجة سانتا. حاولت النجمة البراقة إمساكهما بأذرعها لكنها لم تستطع. كان رجل خبز الزنجبيل والفتاة سعيدين جداً بنجاتهما. أركض أركض بأقصى سرعة حتى معول الخباز دب لعبة رجل ثلج وعصا حلوى والنجمة براقة لم يلحقوا بنا لأننا خبز الزنجبيل. هاهاهاها